أدانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عودة طرفي النزاع في السودان إلى أعمال العنف فور انتهاء الهدنة، وأكدا في بيان مشترك أن الحل العسكري للصراع غير مقبول ويدعوان إلى وقف العمليات فورا وإنهائها في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني، فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفا صراع تقيدهما بما اتفقا عليه في علن جدة، وسيعملان على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان. وأشار البيان المشترك إلى أن طرفي الصراع أظهرا سيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار، ما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان، ومكن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.